طيب دلوقتي مشاهدينا ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده بمشيئه المولى عز وجل، اللي يمكن اهم هذه الاخبار المطوشه اللي هتتلعب في الجوله الثالثه من تصفيات افريقيا المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه، وكمان تصفيات قاره اوروبا المؤهله لنهائيات اليورو. تعالوا نتابع التفاصيل. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فخطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك هتكون بعنوان الصوم ومكارم الأخلاق، وبيتلو قرآن شعائر الجمعة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر بعشر دقائق. النهاردة ولعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 14 مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائي كأس الأمم الإفريقية، من أهمها مباراة منتخب السنغال مع منتخب موزمبيق الساعة 9 مساءً، وفي نفس التوقيت مباراة منتخب بوركينا فاسو مع توجو، ومباراة منتخب مصر مع منتخب مالاوي. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، من أهمها مباراة منتخب السويد مع منتخب بلجيكا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من منتخب فرنسا مع منتخب هولندا ومنتخب التشيك مع منتخب بولندا.